هي المسألتين عبارة عن اسمين ديار بيتحركوا، أما هيتحركوا بيصطدموا ببعض، بعد اصطدامهم ببعض بيبقى بيكونوا ون أوبجكت، يعني كاميرا أو كاميرا مثلا. تخيل أنت قوتين مغناطيسيين مثلا أو جسمين زي المغناطيس والتاني، سبتهم ده بيتحرك بسرعة ده بيتحرك بسرعة، اصطدموا هيبقوا جسم إيه؟ ون. الفرق بس في المسألتين، الكيس الأولانية أو المسألة الأولانية اللي الناس حلتها، أنت عندك البارتكل الأولاني، الماس بتاع الباقي بارتكل الثاني يعني هي نفس الكلمة. عندك زي فيلوسفي دي كده وزي فيلوسفي دي كده. ركز بس كويس مرة. ده قبل التصادم. يبقى قبل التصادم هنا التوتال مومنتم بكام؟ بزيرو. طيب أما هتقول لي إن المومنتم قبل التصادم يساوي المومنتم بعد التصادم. أكيد الكورتين دول أما هيبدأوا يبقى جسم واحد هيبقى لهم سي إيه جديدة، أنا معرفش يعني إيه دي مسألة أو فكرتها. لكن سؤال الماس الجديده دي هتبقى السرعه بتاعتها كام؟ زيرو. ليه؟ انك انت بتقول المومنتم قبل التصادم يساوي المومنتم بعد التصادم. الكيس الذهبي الماس ايكوال الفلوستي ايكوال بس الفلوستي عكس بعض، يبقى انت عندك المومنتم قبل التصادم بصفر، يبقى لازم المومنتم بعد التصادم بكام؟ بصفر. فلو جيت انت تقول المومنتم هو ام بي بتاع الخايمن مثلا ادي المومنتم بعد التصادم، اما اجي اقول لك الكلام ده اللوجيك مين هيبقى بصفر؟ هل المساحه هتبقى بصفر ولا السرعه اللي هتبقى بصفر؟ السرعه بصفر. يبقى المساله الاولانيه هنا انت عندك بعد ما الجسم هيصطدم هتكون الفلوستيك كام؟ بزيرو. الكيس دي بقى مش مسألة ثانيه. المساله الثانيه اللي انا اديتها لك على فكره يعني برضه ده عيب انك انت تاخد كيس وتطبقها بدون اي تفكير. يا جماعه يعني اقرا الثانيه بقى. الثانيه كيس مثالي يبقى سرعته كام؟ بزيرو. واحد بيتحرك. طيب دول دلوقتي اما انت تحسبهم هيبقى في مومنتم قبل التصادم ولا لا؟ في. يبقى اكيد بعد التصادم هيبقى في هنا بقى مومنتم طبعا قبل التصادم سبعة التصادم، يبقى بعد كده في سرعه كام؟ في فاينل. يبقى لازم الاول هحسب الفي ايه؟ فاينل. انتوا كتير جدا منكم عوضنا الكونسرفيشن والانرجي زي ما انت عملت ولا بصيت خالص ان الجسم ده بان هو بيتحرك. يبقى اول خطوه الفرق بين المسألة الأولى والثانية إنك هتحسب المومنتم بعد التصادم تقدر تجيب منه مين؟ الفلوستي. هتلاقي أنت عندك كل إيكويشن. الإيكويشن الأولانية أنا مش هحرقها بقى المرة دي، هسيبها لكم برضه تفكروا فيها وهحل التلاتة التانيين. أنت عندك هنا هتلاقي الإم دي مجهولة والفي مجهولة. طيب دي المعادلة دي هتبقى واحد جاي من الكونسرفيشن أوف مومنتم. في معادلة تانية هتيجي من الكونسرفيشن أوف إيه؟ الانرجي. هيبقى عندك معادلتين في كام مجهول؟ في اثنين، الفلوستي والانرجي. هتحلهم مع بعض وتجيب الفلوستي وبعدين تجيب الايه؟ الانرجي. فمن فضلك الفرق بس في الاولانيه والثانيه هي سهوله الحل ان اديتك المومنتم على طول ففهمتك ان السرعه بصفر. الثانيه لا، انت عندك مومنتم فلازم تحسب الاول الفلوستي وبعدين كده هتبتدي تحسب اللي هي الماس اللي موجوده. طيب احنا بالظبط هناخد تقريبا ثلاث اربع ساعات كده في البلاك هول. افهم معايا من فضلك البلاك بادي انا بديهولك ليه؟ او ما ابتديتش بيه في الاول في الفيلير ما عدا هو اول ظاهره ابتدوا يشوفوها في الفيلير لكم. يعني انت عندك زي ما خدنا مع بعض احنا درسنا حالتين. الحاله الاولانيه الفوتو الكتريك افكت كانت 1900 وكام؟ وخمسه 1902 اكتشفت و1905 اثرت. بعد كده درسنا الكونتر 1924. الحقيقه يسبقهم البلاك بادي راديشن. البلاك بادي اول ظاهره نزلت في بتاع الكوانتم ميكانكس 1900، ولكن احنا ما ابتديناش بيها لكذا حاجه. اولا الاثبات بتاعها بيحتاج حاجه اسمها ستاندنج مود وانت لسه ما تعرفش الكلام ده في الويك. النقطه الثانيه انك بتضطر تستخدم استاتستيكال عاملها ماكس بولتزمان وانت برضه ما تعرفش من الهيت ازاي تعمل حاجه فكان القران بالنسبه لك هيبقى في اشياء انت مش فاهمها. حتى لو اخذت العلاقات زي ما هي في الاخر برضه انت مش هتحس بالبرهان انك انت نص البرهان او البدايات بتاعت القران غير مفهوم. طيب احنا ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ احنا دلوقتي اللي هنعمله هنقول الظاهره هي والنتائج المعمليه كانت في المعمل
وهوريك الناس اللي طبقت الكلاسيكال فيزكس. يعني هو دلوقتي بس عشان تبقى متابعني دايما الحاجات دي بتبتدي في الاول اكسبيرمنت، لازم تخش تقيس حاجه تشوف ظاهره، بعد كده بتحاول تستخدم القوانين اللي هي تعرفها عشان تفسر الظاهره دي او توجد الريليشنز الماثماتكس عشان الناس تقدر تبتدي تتعامل معاها وتستخدمها في الاكسبيرمنت. فانا هوريك الاول الريزلت المعمل، بعد كده هوريك الناس اما فكرت بالكلاسيكال فيزكس، اما ابتدت تستخدم الكلاسيكال وصلوا الريليشنز، هوري لك علاقه الريليشنز بينها وبين الميجر دي. هتجد ان في فيليور رهيب. طبعا الفيليور هنا جاي ان هو استخدم مبادئ الكلاسيكال فيزكس وهي مبادئ خاطئه. هيبتدي يفرض مفاضل كل معاكم اسامي او حاجه خليك فاكر المحاضره ما تعملش انتربشن دلوقتي لزمان. بعد كده هوري لك الناس اللي فكرت بالمودرن فيزكس هتحطه في وجود معينه، وهوري لك مش مطلوب منك الدريبيشن، انت مطلوب منك تفهمها كفينومين. فاهمني؟ يعني موجودين في البلاك بات فقط هنا هتفهموا كفينومين، لكن مش مطلوب ابدا منك لا انك هتحل عليه بروبلم ولا انك انت هتطلب الدريبيشن الموجوده، لكن كاسئله ممكن تبقى مالتيبل تشويس حاجات اللي هي على الكونسبتس بتاعت المودرن. نبتدي نشوفها بقى مع بعض. والحقيقه هو يعني مفيد في اكثر من حاجه بسيطه برضه انك انت تفهم حاجه عن الويف وعن الريليشن. بص انا هبتدي لك بس اكسبيرمنتال الناس عملت. اولا ايه معنى كلمه بلاك بوكس؟ هو ده السؤال. برضه عشان الناس تيجي تقول انت بتتكلم عن بلاك بوكس، ايه هو تفسيرك للبلاك بوكس؟ بعض الناس فاكره ان البلاك بوكس إيه هو جسم اسود. مجرد ان هو يعني جاي من كلمة ايه؟ يعني ده تفسير، هو اللي يقصده انك انت هو اي جسم، ركز اي جسم هيعمل كومبليت ابزوربشن لكل الويف لينس اللي هتصرف عليه. هنا بقى عاوزين نفهم شوية حاجات. لو انت نرجع بس كده لحاجة بسيطة هقولها لك، لو عملتها في البيت هتفهم اللي انا قصدي. انت لو جبت مسمار ومسكت مثلا زرارية أو حاجة حطيت كده على البوتاجاز مثلا خمس دقايق، بص تابعه هيحصل. هديك الأول هو اللون المعتاد بتاعه اللي أنت عارفه، بعد كده هتلاقيه بيبتدي يحمر، وبعدين كده هتبتدي تلاقيه فيه لون زرقاء، وبعدين هتلاقيه أبيض. يعني لو سخنته جامد جدا هتلاقيه إيه؟ أبيض. طب تفهم دي كون إن هو أبيض معنى كده إن كام ويف لينس خرج؟ كل الويف لينس اللي هي بتكون سبع ألوان الأساسيين بدليل إنك أنت شفت لون أبيض. معنى كده معنى كده انت شفت الراديشن في منطقه الفيزيبل ريجن كلها. خلاص؟ طيب بس في حاجه، لو انت سبته يبرد شويه ورحت مقربه الويشن هتلاقي الكالر راح طبعا بعد ما بيبتدي يبرد، انت لو قربته هتحس بحراره، هتحس ان هو سخن. طيب انت معنى كده ان في راديشن خارج بس غير مرئي، يبقى افهم في رينج مجهول من الفريكونسي او من الويف لينث. انت ما بتشوفش الا بارت صغير جدا من السبيكترم، ده بيسموه السبيكترم. انت بتشوف جزء بس الفيزبل لايت ده قليل جدا من السبيكترم. ده الكلام بقى اللي انا عاوز اقوله لك هنا عشان لما نيجي نقول بلاك بادي يبقى النقطه دي مفهومه. بص يا جماعه ده هنا الرسمه اللي موجوده معاك اللي موجوده قدامك هنا بتمثل السبيكترم اللي موجود عندك. لو تاخد بالك الاسبيكترم ده بادئ من فريكونسي 10 سكان 2 وممتد لغايه كام؟ 10 سكان. بص بقى كل الرينج ده انت ما بتشوفش منه الا المنطقه الصغيره جدا اللي في النص، هي دي فقط الفيزابول. لكن كل المنطقه دي يعني مثلا الراديو ويف والاي ام والاف ام انت بتشوف حاجه؟ ما بتشوفهمش، يبقى دي كلها ويف لينسز بس غير مرئيه. يبقى افهم بقى، هل انت بتشوف جزء كبير من السبيكترم ولا بتشوف جزء صغير جدا من السبيكترم؟ صغير جدا عينك ما بتحسش. في منطقتين مشهورين جدا، المنطقه دي اللي انت بتسميها الالترا فايلت، والمنطقه الثانيه انت بتسميها ايه؟ انفراريد. يعني دايما مشهورين جدا بالانفراريد والالترا فايلت، لكن انت فاهم بقى ان هو سبيكترم واسع جدا. اما اجي اقول لك بقى بلاك بادي مش معناه انه بيمتص الالوان فقط، هو بيمتص اي ريديشن ينزل عليه بغض النظر الويف لينس بتاعها في منطقه الفيزبل او في اي ما ايه؟ مكان اخر. طيب رياليستيك بقى احققه ازاي؟ يعني ازاي اعمل معمليا او هو المعمل ما يسمى بالايه؟ هنا بقى اللعبه بتاعت ايه؟ بلاك بادي الناس
الكره دي كره مبوفه من فين؟ من جوه. والسطح بتاعها الداخلي مش سموث، في رف، يعني في ايه؟ تعرجات. طيب بص كده، لو لايت دخل او اي ويف لينث مهما كانت دخل من الفتحه فيها اوبننج سمول اوبننج، لو دخلت هتفضل تعمل مالتي سكاترنج ولا تشتت. كل ما تخبط في حته جزء منها بايه؟ بيوقف. ان اند هيحصل ان اي ويف هتخش هيحصل لها ايه؟ كومبليت ايه؟ ابزوربشن، بغض النظر عن الويف لينث. هو ده بقى الديفينيشن بتاع الايه؟ الدراج. يبقى افهم اتفضل، احنا بنسيميوليت او بنعوض الدراج بقى جدا، اللي هو بيسموها كافيتي. الكافيتي دي بيسموها كافيتي، والكافيتي دي فيها سمول اوبننج او هول صغيره جدا تسمح ان اللايت يخش. طيب العكس بقى، اما اجي اقول لك بلاك بادي راديشن هي ايه المقصود بيها؟ لو انا سخنت الكافيتي هتبتدي الجدران بتاعتها، طبعا انت بتسخن بدرجات حراره درجات عاليه، هتبتدي كل الاتومز اللي في الجدران دي تبتدي تعمل ايه؟ فايبريشن، تبتدي تفقد جزء من الانرجي، هتبتدي تجد ان من الكافيتي ده بيخرج عندك ايه؟ شعاع خارج او ويف لينث خارج. هل يا ترى الشعاع الخارج ده هيبقى له ويف لينث واحد ولا مجموعه برضه من الويف لينث؟ مجموعه من الويف لينث. في الحاله ده لو انت سخنت الكافيتي وحللت السبيكترم اللي خارج او الشعاع اللي خارج ده حولته لمكوناته، كل ويف لينث فيها انرجي قد ايه؟ ده بتكون في الحاله دي هو ده السبيكترم الخاص بالبلاك ايه؟ طيب يبقى انت فهمت بلاك بادي سواء ابزورب او انه ايه؟ الترانسميت اللي عندك، بس هو وهو بيأبزورب هيأبزورب كل الويف لينث، لو سخن برضه هيشع كل الويف لينث تاني. هنشوف الكلام ده مع بعض. يبقى دلوقتي بس انا اللي غلطت في دماغك في الاول انك ما تبقاش يعني في دماغك دايما ان الراديشن جزء انفيزبل، ده بالعكس زي ما بقول لك جزء انفيزبل ده اقل يعني باركنج موجود في السبيكترم. من امثله مثلا الاكس راي، انت ما بتشوفش الاكس راي ولكن ليها اهميه، وزي ما هنشوفها شغلنا او شفناها في كومبتر فيت اللي موجوده في السبيكترم اللي موجوده. خلي بالك دايما وانت بنتكلم على السبيكترم، انت عارف طبعا ان الريليشن سي بيساوي لاندا في اف دي، واحنا المره اللي قلت لك على يعني دي توضح لك دي طبعا، ان دايما عندك لما يكون الفريكونسي عندك الويف لينز ايه؟ قليل. فانت هنا السبيكترم لو انت بصيته كده كانه زياده في الفريكونسي هتوصله من الجهه الثانيه ان هو ايه؟ مصنف في الايه؟ تتكلم في الويف لينز، تتكلم للفريكونسي الاثنين لكن هو ده اللي بيقصدوه بالسبيكترم لما اقول لك ابزورب كل الفريكونسي او ابزورب كل الويف. طيب عاوزين دلوقتي بقى نبتدي نركز على حاجتين. التجارب او الناس شافت ازاي السبيكترم او الراديشن اللي خاص بالبلاك ايه؟ يعني هم هيعملوا ايه؟ باشمهندس لو سمحت بقى ركز معايا. في كلمه لازم تخلي بالك منها، ايه المقصود بكلمه اللي هو السبيكترم ايميتنس؟ يعني ايه كلمه سبيكترم ايه؟ ايميتنس. الحتتين دول عاوز نركز عليهم ان هم دول هيبقوا اساس انك انت تفهم الريليشنز، تفهم القوانين دي. بص انا همشي معاك بس حته حته كده. ده اللي مقصود بيه السبيكترم بتاع البلاك. طيب هنا واضح جدا ان انا رسمه مع مين؟ مع الويف. الرينج الصغير اللي موجود هنا ده هو الرينج بتاع مين؟ الفيزيبل لايت اللي انت بتشوفه. بره هنا وبره هنا مجموعه كبيره في الحته اللي بص بقى ايه المقصود بكلمه سبيكترم ايميتنس؟ معناه كميه الانرجي، لو خليك بس معايا هنا وبعدين اقرا السلايد بعدين، بس خليك معايا كميه الانرجي اللي خارجه عند ويف لينث محدد بير يونت سكند بير يونت ايه؟ اير. طبعا ليه بقول دايما بير يونت سكند بير يونت اير؟ لان طبعا انا لو قلت لك حاجه كبيره تشيعها انا بجيب لك حاجه ايه؟ اعرف عشان يبقى في ريفرنس تقدر تقارن بيه. بقول لك اقسم دايما بير يونت اريا بير يونت تايم اللي هو بير سكند، انا ما بحكيش مثلا اقول انا عايز ريليشن لمده ساعه وعايز ريليشن لمده سنه. طبعا اكيد هيفرق، بس هو هيفرق هنا عنصر التايم مش عنصر الراديشن اللي خارج. فخلي بالك الديفينيشن هنا اللي احنا بنقصدها الفانكشن لاندا دي واضح جدا ان الجسم اللي عندك هيبقى عنده درجه حراره معينه. هل انت بتقيس بقى الانرجي اللي خارجه دي عند اي ويف لينس ولا ويف لينس محدد؟ ويف لينس. يعني معنى اصح انا بعمل ايه؟ اي حاجه عاوز اقيسها باجي الاول عاملها السبيكترم بتاعها عاملها اناليسيس زي بالظبط. لو قلت لك ضوء ابيض، لو قلت لك انا عاوزك تقيس لي الانتنستي بتاع اللون الاحمر او الاخضر او الاصفر هتعمل ايه في الاول؟
تحط ايه؟ بريزم، صح ولا لا؟ البريزم بيعمل ايه؟ هيعمل. وبعدين تبتدي تقيس كل شعاع وتعرف الشده ايه؟ بتاعته. برضه نفس الحكايه هنا، بس هل هنا بقى هم عملوا الكلام ده للفيزابل ويب بس ولا للاول؟ للاول بس. هو حل وعند كل ويف لينس يقدر يقيس الايه؟ الانرجي عند الويف لينس. يبقى من فضلكم بقى زي ما انت شايف هنا معنى اف لندا دي معنى ايه؟ مثلا لو انت جيت عند 1 معنى عند 1 درجه الحراره مثلا 6000 هتلاقي مثلا الفاليو هنا 4 مثلا او حاجه زي كده. يبقى معناه ايه؟ انك انت هتطلع 4 دي انرجي، 4 دي عباره عن ايه؟ الانرجي بير سكند بير يونت اريا عند التمبريتشر كام؟ 6000 عند ويف لينس كام؟ 1. ادي دي معنى. خلاص؟ طيب السؤال لو جيت قلت لك جسم سخن وعاوز اعرف الافريج انرجي اللي خارج، هل الافريج انرجي اللي خارج دي عند ويف لينس ولا عند كل الويف لينس؟ يبقى معناها تعمل ايه في الكيرف؟ الاتكامل، صح ولا لا؟ ما هو دلوقتي لو قلت لك انت الجسم ده بيخرج كذا ويف لينس كل واحده ليها انرجي، لو جيت قلت لك التوتال باور او التوتال انرجي اللي خارج يبقى كانك عاوز تعمل ايه؟ عاوز تكيرف او عاوز تجمع الانرجي عند كل ويف لينس. طب ما هو التجميع ده عباره ما هو ايه؟ عمليه الايه؟ المساحه تحت المنحنى. يبقى سؤال لو جيت طلبت منك مثلا قلت لك انا طالب منك الافريج انرجي، ركز طالب منك الايه؟ الافريج انرجي الطاقه الخارجه كلها بير سكند بير يونت تايم من الجسم. يبقى كانك هتعمل ايه؟ تيجي مثلا لو قلت لك عاوز عند درجه حراره 6000 يبقى شايفين الاريا اللي تحت الكيرف ده؟ ده اللي انت عاوز انك انت تعمل لها ايه؟ الحسابات دي. طيب لو عاوز تعمل الحسابات بتاعت اللي انت عاوز تحقق الكيرف ولا لا؟ هي دي بقى الاهميه ان الناس كانت بتحاول انها تجيب الكيرف مش بس انها تقيسه بمجرمنت، لا هي عاوزه المعادله الرياضيه بتاعته عشان تبتدي انها تحسب. طيب دلوقتي بس السؤال الكيرف اللي قدامك اتفهم هو مرسوم ازاي؟ يبقى الكيرف اللي قدامك اللمبه دي هنا بتدي لك الويف لينس عن السبيكترم او الميتال سبيكترم اللي هي الانرجي عند ويف لينس ايه؟ معين باليونت سكند باليونت تايم. لو واحد عاوز يحسب التوتال انرجي المفروض ياخد الانرجي نمبر زي ايه؟ ذاكر بس طبعا عند درجه حراره ايه؟ معينه. طيب الكيرف ده ايه الكاركترستكس بتاعته او ايه الصفات بتاعته كده اللي باينه لك من الوقت؟ اولا كميه الريديشن اللي بتخرج بتتناسب مع تي 1 واضحه جدا. يعني انت النهارده شوف هنا تي مثلا بترتفع الاريا اندر ذا كيرف دي هي التوتال اريا اللي موجوده، هي دي التوتال باور او التوتال انرجي اللي خارجه لك عند 3000. اما جيت تزود درجه الحراره ايه اللي حصل؟ طبعا واضح ان الاريا دي. يبقى اذا من المعروف لدى الكاركترايزيشن انك انت كل ما ترفع درجه الحراره كميه الباور اللي عندك تبتدي انك انت ايه؟ تزيد. خلي بالك قبل ما يقيسوا الكلام ده ب 20 سنه كان في واحد اسمه ستيفن قدر ان هو يقيس الافريج انرجي. يبقى هو خلي بالك هل ستيفن قاس عند كل نقطه ولا قاس الافريج اللي خارج؟ الافريج اللي خارج واثبت في النتائج العمليه بتاعته ان الاريا اندر فاكر طبعا هو لسه كده ما ترسمش بس هي هي يقصد الاريا اندر فاكر منها اللي هي التوتال باور تتناسب مع تي اس كام؟ اس 4. يبقى خلي بالك في ناس عملت اكسبيرمنتال عمليه ما كانتش بتقيس بقى عند كل ويف ايه؟ لينس، لا هي كانت بتقيس عند التوتال. يجيب جسم يحط جهاز يقدر يقيس التوتال باور اللي موجوده. انا مش هخش في التفاصيل بتاعت الاكسبيرمنت ولكن عرف ان التوتال باور بتتناسب مع تي اس كام؟ اس 4. طيب حاجه ثانيه في واحد ثاني برضه قبل ما يمسك الكيرف ده لاحظ ان دايما في بيك يحصل عندها الراديشن. يعني لو بصيت على الكيرف اللي قدامك هنا مثلا عند 6000 بص كده في بيك ولا لا؟ في بيك عند الخمس ايه؟ 3000. البيك دي واضح ولا موجوده والبيك هنا موجوده؟ بس واضح بقى ان كل ما بتزود التمبريتشر البيك بتتجهد جايه بشورت ويف ايه؟ لينس. يعني لو انت بصيت هنا البيك هنا اهي عند النقطه دي اما سخنت البيك حصل لها ايه؟ شيفت. انصر هو لاحظ وجد دي باي اكسبيرت ان دايما لما تيجي اللندا ماكسيمم اللي موجود عندك درجه الحراره اللي عندها دايما المقدار ده المقدار ايه؟ ثابت. وحتى من هنا مفهوم يعني هو حتى قال ان اللندا ماكسيمم بتساوي كونستنت على كام؟ على كام؟ باينه من هنا انك فعلا كل ما بترفع درجه الحراره كل ما اللندا ماكسيمم دي بتشفت للويف لينس اللي ايه؟ الارض. القانون ده عمله واحد اسمه وينفلو.
او ميديوم. انه لو الماني كتب دبليو في نقطه ايه لينزل اوجا موجود برضه من فتره زي ستيفن من قبل ما يدرسوا السبيكترم بيكتر. يبقى دلوقتي اولا الكاركترستكس اللي احنا شفناها تعالى بقى احنا كده عملنا الريفيجن ايه اللي موجود والناس شافته. الكيرف ده قدر يتقاس ده اتقاس سنه كام؟ 1897 قبل بكذا سنه كان في ناس درست البلاك بادي ريديشن وكان المعرف سنه 1884 كانوا عارفين الاريا اندر ذا كيرف او مش الاريا بقى اندر ذا كيرف اللي هي التوتال ايه فهو تتناسب مع كام؟ يوصل 4. الحاجه الثانيه اللي كان عارفها جيمز لو ان عندك انت هنا ان درجه اللندر ماكسيم بتتناسب عكسه مع درجه الحراره او تقدر تكتبها ان اللندر فيه بيتساوي مقدار ايه؟ ثابت وهو اكسبيرمنتالي حسب هذا المقدار الايه؟ اسم. طيب يبقى بصوا دلوقتي دي كلها الكيرف نتائج معاها شغل ستيفن جيمز لو برضه نتائج ايه؟ معمل كل ده هم عملوه بالمعمل. النهارده بقى المفروض ان الناس بتحاول تفهم البلاك بادي ده ليه الراديشن بتاعه بهذا الايه؟ الشكل. طبعا كل واحد بقى ابتدى في الاول اتنين يطبقوا الفيزيكس او الكلاسيكال فيزيكس اللي كانت موجوده في عهد الايه؟ اول واحد ابتدوا يطبقوا الاثنين اللي موجودين قدامك ده اللي هو ري لايت وجيت. بص بقى هو هنا اللي بيحسبها ازاي؟ عشان كده انا ما طلبتش منك القران او ما رضيتش اقول لك ان في فيزيكس كتير انت ما خدتهاش. بص انتوا تعرفوا الستاندنج ويف ولا حد الدكتوره مره وصلت في المحاضره طيب بس الستاندنج ويف ده عباره عن دلوقتي انت لو عندك حبل ربطته هنا وربطته ركز ورحت هزيت الربطه شو طبيعي انك انت ممكن تشوف الوتر بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل ده. لازم النقطه دي والنقطه دي تبقى الديسبليسمنت عندهم بكام؟ بصفر صح ولا لا؟ طبعا الويف بتتحرك وبعدين بترتد تاني. الشكل اللي انت بتشوفه كده ده عامل بالمنظر ده ده انت بتسميه ستاندنج ايه؟ ويف. المهم هما حسب الانرجي ازاي؟ قال لك جوه الكافيتي الاشعاع دي اعتبروها كانها ستاندنج ايه؟ ويف. وابتدوا يشوفوا عدد الستاندنج ويف دي قد ايه؟ عدد المود دي قد ايه؟ يحسب اللفل بتاع المود كلاسيكالي يبتدي يحسب التوتال ايه؟ انرجي اللي موجوده وبيحسب التوتال انرجي عند كل ويف لينس زي ما هو بيعمل ثيوريتي. طيب الراجل ده بالتفكير فكر كلاسيكلي ولا فكر بمودرن فيزيكس؟ بيور كلاسيكلي. طيب العلاقه بالوسطات تعالوا نشوف العلاقه اللي هو وصفها ام استخدمها. يعني فهم هو من ناحيه الكلاسيكال هو ما اعتقدش هو استخدم علاقات بتاع الكلاسيكال ايه؟ فيزيكس. لكن تعالوا بقى نشوف الصدمه الكبيره جدا كانت في النتائج. لو جينا نبص للنتائج اللي حصل علينا دي الايكويشن اللي هو وصلها. انا مش طالب منك القران هنا من فوق. انا بقول ليه بيحصل فيلير في الكلاسيكال وبعدين حوالي لك الفكر بلانك وبعدين صلحها ازاي. انا لكن هنا انا بوريك الخطا اللي بيحصل في الكلاسيكال ايه فكر. بص بقى الرسمه دي المعادلات اللي وصلوا لها الاثنين الدلتا الكيرف اللي موجود عندك. طب تلاحظ حاجه بقى في الريليشنز اللي هم هل هي فاليد؟ الكيرف واضح طبعا مفيش هي فاليد ثاني حته فقط في الانفراد الحته اللي هي ايه قدامك. لكن طبعا الحته الاولانيه اللي اسمها الالترا فايلوت واضح جدا انها بعيده جدا عن الايه؟ الاكسبيرمنتال ريزلت. عشان كده سموها ارت فايلوت كاتستروف. كاتستروف يعني انهيار او ايه؟ دمج. ما لهاش علاقه لا يمكن الكيرف ده يفصل. طب حاجه ثانيه ركز الكيرف ده لو واحد منكم عاوز يجيب المساحه تحت المنحنى تطلع بكام؟ انفينيتي صح ولا لا؟ ما هي واضح انت كل ما بتقلل الويف ينزل عمال يطلع لفين؟ فوق. يبقى لو قلت لك هات المساحه تحت المنحنى تحت المنحنى بتاعتك بكام؟ بانفينيتي. يبقى هل ممكن يحقق ستيفنز لو؟ لا يمكن يحقق ستيفنز ايه؟ لو. الحاجه الثانيه الكيرف ده ليه بيك؟ يبقى برضه ما حققش مين؟ اكيد وينز ايه؟
قلوب يعني ما تحققش ان في حاجه اسمها الارض ماسك. يبقى ما حققش. يبقى هنا سؤال الكلاسيكال فيزيكس. انا عارف في بعضكم عاوز تعرف ديتيلز عن البرهان ازاي عملوه كلاسيكال، هدي لك البرهان او اوري لك انت تقراني. لكن هي زي ما بقول لك في حاجات ستاتستيكال، حاجات في لسه انت ما درستهاش في الفايبريشن، عشان كده انا هتجنب ده، مش مطلوب منك ده، بس تبقى عارف ان حصل الفيلم. طيب الكلام ده طبعا فشل تماما واتاكدنا ان في التر وايلد كاتس. جه بقى اول واحد صلح العمليه دي كانت سنه كام؟ 1900 اللي هو كان ركز بقى بس بلانك اول ما ابتدى التفكير كان بيعمل زي ما حضرتك بتعمله كده في المعركه، عنده نتائج وعاوز يدفق لها الكلمه ومش فاهم النتائج طالعه منين. ركز بس كويس، يعني هو فاهم، هو كتب هذا الكلام، هو ماثيماتيكلي شاطر جدا، ماثيماتيكلي يعني ناحيه الماثيماتيكال شاطر، فقال لك انا عاوز بالظبط اجيب معادله تفت النتائج اللي موجوده. فابتدا يشوف رياضيا ازاي يوصل، وفرض طبعا كان في الوقت ده بعيد جدا. احنا دايما عارفين ان الانرجي كونتين، صح ولا لا؟ يعني انت مثلا على سبيل المثال لما تيجي تجري كل ما سرعتك تزيد كل ما الانرجي بتاعتك بتزيد، هل انت بتزيد ديسكريت ولا بتزيد حاجه كونتينيوس؟ كونتينيوس. برضه احنا المفهوم بتاع الكلاسيكال الكتروماجنتيك ويف، سيبك من الكلام بتاع اينشتاين وكونتر، لما يكون حلو خلي بالك ان اينشتاين وكونتر بعد ماكس بلانك، يعني هو هياخدوا الكلام اللي هو قاله وهيبتدوا يحطوا كلمه الفوتون، لكن هم الفوتون اللي احنا اتكلمنا عليه، لكن في هذا الوقت بالذات هو كل اللي يفكر ان الانرجي تبقى كوانتايز، ده كان عكس الكلاسيكال ايه؟ فيزكس، ان كل ما يراه في حياته كل الاكسبيرمنت قبل كده ان الانرجي دي حاجه ايه؟ كونتينيوس. هو راح فرق بسيط جدا، قال لك ان الكافيتي ما يعتبر كل الاتومز كانها اوسيليشن، يعني ايه؟ بتتذبذب، لكن هيعتبرها انها بتتذبذب بالقيمه كوانتايز. واول مره في التاريخ خلاص تطلب كلمه ايه؟ كوانتم او كوانتايز اللي هي الانرجي ايه؟ محدده. وابتدى يفترض ان كل الجدران ده ايه؟ عباره عن اوسيليتورز الانرجي بتاعتها كوانتايز، وابتدى يحسب الافريج انرجي اللي موجوده لكل ايه؟ قصر. اما ابتدى بالفرض ده، خلي بالك هو ما بداش في الاول زي ما بقول لك هو لاعب مجرد وعاوز يوصل لكير يحقق المعادله، لكن هو مش يعني حتى هو مش مقتنع من لسه في الاول ان الانرجي تبقى ايه؟ كوانتايز. اما عمل كده بقى وصل ليه دي؟ بص انا هوري لك حاجه يعني انا عندي طفله على ما جبت بعض النتائج فعلا مش موجوده الا في حتت قليله كده. دي الاكسبيرمنتال داتا فعلا اللي كانت اتعملت. وده الكيرف اللي هو وصله، طبعا انت متخيل بقى الفرق بين الكلاسيكال والايه؟ والفكره بتاعت الكوانتم لما هو فرض انها كوانتايز، طبعا واضح جدا انها جابت الكيرف كله في جميع الريجن. واصبح في الحاله دي ان هو فرض ان الاوسيليتور ده كوانتايز بدايه لما يسمى بالكوانتم. اول واحد يفكر فكره الانرجي انها تبقى ايه؟ كوانتايز. ولكن حقق وقدر بالفورمولا اللي هو جابها اللي هي انه يعمل فيتنج اكزاكت مين؟ للكيرف. طيب عشان يثبت ان شغله صح، لو عمل انتجريشن عند درجه حراره معينه المفروض دي تديله الانتجريشن تطلع التكامل بكام؟ الفيجوس كام؟ بس اربعه. ده اللي عمله فعلا، يعني هو هنا ده بروف فعلا ليه كمان ان هو راح عمل الانتجريشن، هو لو كامل المعدل اللي هو جابها يبقى معناه بيجيب الاريا اندر ذا كيرف، طلع فعلا الاريا اندر كونستنت بروف كام؟ فيجوس اربعه. نفس الكونستنت بنفس الرقم اللي كان قاله ستيفن، هو ستيفن كان عامل عمليه، فطبعا يبقى الفرض اللي هو فرضه او الحاجه اللي هو حطها ابتدت تبقى ايه؟ مطلوب. يبقى اول مره في حته الانرجي كوانتايز كان بلانك. طبعا احنا بعد كده اينشتاين اخذ نفس الفكره بس انا اللايت كمان هو ماشي يبقى ايه؟ كوانتايز. ثم جاء بعد كده زي ما تشوفوا كونتر استغل نفس الفكره ومن الكوانتايزيشن دي قال لك ان هيبقى الفوتون ده ليه انرجي وليه ماس، اثبتنا بيه العلاقه اللي هي خاصه بالبلاك هولز، وبعدين اثبتنا بيه العلاقه بتاعت الكوانتم دي الفيت انسر. ادي باختصار شديد هو ايه الموضوع بتاع بلانك او بتاع بلاك بادي ايه؟ هو الحقيقه الانترس فيها بس حاجتين، انك تبتدي تشوف ان الناس كثيره جدا
بتحط فروض ما تبقاش مقتنع بالفرض ده في الاول لغايه ما بيلاقي ان النتائج اتحققت وصلت للريزلت بتيجي تفكر الله عارف ده يبقى موجود ازاي دي واحده من ناحيه التفكير. النقطه الثانيه طبعا ان هو زي ما بقول لك بدايه منين كلمه كوانتم يعني انت بعد كده كوانتم ميكانكس كل الكلام اللي هتدخل فيه كوانتم كان اول ما حط الاي دي هي ماكس بلانك طبعا كانت سنه 1903 كده دي البارت اللي انا كنت محتاجها من البلاك بادي راديشن. هرجع بقى مع دونا المره اللي فاتت قلت له انا عاوز احل معاك بعض البروبلمز هحل معاك ثلاثه بروبلمز وبعد كده هبتدي اتكلم معاك شويه يمكن قرر كده على الويف موشن من فتره الوقت في المحاضره. والمره اللي جايه هنبتدي بقى نشوف ظاهره مهمه جدا. خلي بالك كل الظواهر اللي احنا اتكلمنا فيها دي الماك بالذات اللي هي الكومبو والفوتو الكتريك. انا كان عندي لايت بس بيتصرف كانه ايه؟ قرط خلاص؟ يبقى دلوقتي دي واحد مهمين بس عشان الحته دي مهمه جدا. يعني كل الفيلير اللي فات اللي احنا شفناها اتحل ان انا عندي ويب اساسا بس قلت لها ان هي ليها بارتكل نيتشر او ليها تصرف كما لو كان زي البارتكل وخصوصا طبعا بان الجزء ده جامد جدا في الكومبوند افكت لما طبقت عليه قوانين كونسرفيشن اوف انرجي طبقت عليها قوانين كونسرفيشن اوف مومنت. يا جماعه كم واحد منكم كان حاضر المحاضره اللي هي بتاعت السبت؟ كم واحد هنا ما جاش؟ انا بس عاوز اعرف. طيب اصل انا هقول لك على حاجه عشان اعتقد بتاع الدكتور خالد ان هو عداه. هو تالي بالك. اوكي بص بص عليها بقى ضروري ان الجزء بتاع الكوانتم مهم جدا. فحاول تشوف بس كويس العدد يعني مش مهم. تعالى بقى معايا باشمهندس واحد الثلاثه اكسرسايز بقى هحطهم لك دول. انا عاوز احل يعني المساله الثالثه الرابعه الخامسه بس انا هبتدي بالمساله الرابعه. اقرا المساله اللي هي وشوف احنا هنفكر يعني خلي بالك الاولى والثانيه ناقشت لك نقطه مهمه جدا حته العلاقه بتاعت المومنتم والايه؟ والانرجي. خليت واحده منهم المره اللي فاتت يعني الناس اللي كانتش موجوده بس هقول لك انت كلاسيكلي لو واحد قال لك انا عندي كورتين كانوا منفصلين وبعدين خبطوا في بعض ومشي او وقف لو جيت قلت لك الماس بتاعتهم كام؟ لو واحد كلاسيكي على طول هيقول لك الفاينل يبقى مجموع الايه؟ الاثنين. لكن انا اثبتها لك ان الكلام ده مش موجود واثبتناه المره اللي فاتت. وطبعا الكلام ده هيقوله صاحبي تماما كل ما السرعات كانت قليله هترجع نفس الايكويشن للاهي. فدي كانت اول مساله اخذناها وثاني مساله هي كانت بتصور مع الاثنين لما تيجي تفكر في مساله ازاي ما تبتديش من الايه؟ الكلاسيك سولوشن. خد العالم ده جنرال الكلاسيك سولوشن بتاعك بس اول حاجه ليميت الاول او السرعات قليله لكن ان جنرال احنا ولا طيب الثانيه المساله الثالثه والرابعه والخامسه ليهم مفهوم بس انا عاوز المساله الثالثه عشان اركز لك على شويه حاجات. اوكي طيب ابتدي بص على المساله دي انا على فكره هي الحل طبعا بتاعها سطر واحد بس يعني ايه المهم تبقى فاهم انت الحل معنى. بص هو بيقول لك عندك ليزر بي. طب بص للمساله دي كلاسيكال تعالوا نبص لها بعد المفاهيم اللي احنا خدناها. بيقول لك انت عندك ليزر بي. الليزر بي ده خبط في متر معين وامتص كمان. بيقول لك احسب الفورس اللي على الليزر ايه؟ على المتر الفورس اللي عمله الليزر. لو انت بتحل المساله دي كلاسيك وقلت لك عندك لايت ليزر على كان هيعمل عليها اي نوع من الفورس؟ مفهومك الكلاسيك ده جسم نازل ده لا ليه ماس ولا ليه مومنتم خلاص يبقى ما لهوش اي نوع من الايه؟ من الفورس. لكن تعالى بقى نشوف الكلام ده. على فكره الكلام ده تسمعوا حاجات تدلنك على الكلام ده بس ما كنتش بتفكر فيه. انتوا مش بتسمعوا على مخرط الليزر. طيب هو بدل ما بيقطع المتر بي آلة القطع الميكانيكال سيستم بيقطع المتر بواسطة الايه؟ الليزر. انت شفت حتى العملية بتاعت العين هو ما بيجي يرحم الشبكية أو حاجة
هو بيستغل الايه؟ الانرجي اللي موجوده جوه الشعر اللي نقدر نعمل منها اللي هي التاتش او ان هو يجيب مثلا في تيومر او ورم او حاجه ان هو يحرك وسط الايه؟ ودي كلها تدل على فكره ان هو بياخد الانرجي او المومنتم اللي جوه الايه؟ شعاع الليزر نفسه. طيب بيقول لك اكس احسبها هو عاوز يحسب الفورس، ما تحسبها ازاي؟ يا جماعه لو سمحتوا حاولوا تفكروا شويه، يعني ان الليكتشرز هنا هي ديسكشن معاهم. فانا ما عنديش مانع اقول اي حد فكره لو بالنسبه لك، حتى لو مش مظبوطه اصلا. انت جبت الكلام ده. جبت الكلام ده منين؟ جبت الباور ده اصلا ايه اللي بيعطلك؟ طيب ما هو ابتدي بكده. ايه الديفينيشن المور جنرال؟ تشينج اوف ايه؟ طب ما تبتدي بيه. يعني الواقع ان انا لما اجي ابتدي افكر معاك دي من الجنرال ايه؟ ديفينيشن. الديفينيشن بيقول لي ديفينيشن الجنرال بيقول لك ان الفورس هي عباره عن ايه؟ تشينج اوف مومنت. تعالى قصدي يعني ادي الفورس الديفينيشن بتاعتنا هي عباره عن تشينج اوف مومنتم بالنسبه لمين؟ المومنتم بتاعتنا هي عباره عن انا هعمل من الماس بارتكل ان الانرجي عباره عن ايه فين؟ وانا لسه دايس بالنسبه للفوتون الانرجي دي كام؟ اتش اف تساوي بي سي. معنى كده ان المين بتاعتي هي اتش اف على كويس؟ ركز بس معايا ستيب بسيطه كده ركز. دلوقتي انا المومنتم اللي عندي حد قال لك ان الليزر بيم مكون من فوتون واحد؟ لا ده اكيد من اكتر من ايه؟ من فوتون مجموعه من الايه؟ من الفوتون. يبقى انا لو النهارده عاوز اقول المومنتم التوتال من ده المومنتم اللي جاي مع ايه؟ فوتون واحد. يبقى انا المفروض هنا اضرب في ايه؟ النمبر اوف ايه؟ صح ولا لا؟ نمبر اوف. طيب تعال نشوف اللي احنا عاوزينه. لو انا قال لك انا عاوز ان الفورس تشينج اوف مومنتم ادي الفورس. عاوز تقول انها تشينج اوف مومنتم يبقى انا هقول انها اتش اف ان ده نمبر اوف فوتون. ده نمبر اوف فوتون هنا ودي هنا على اسم بيرج ودي هنا على ايه؟ على سنين. سليم؟ طيب بص كده معايا بشمهندس بسرعه. لو انا جبت خد بالك اتش عايز يكون ثابت ولا لا؟ جيت قلت لك هنا نمبر اوف فوتو بيرفكت. ركز كده بس معايا. انا عاوزك كده تضرب ده عباره عن فكر كده. ده الانرجي بتاعت مين؟ فوتون واحد صح ولا لا؟ مضروب في العدد اللي نازل بير سكن. طب ده تعريف ايه؟ الباور صح ولا لا؟ ما هي الباور عباره عن التوتال انرجي بير سكن. طيب يبقى انت عندك اتش اف ده الانرجي بتاع فوتون ضربته في عددهم ده التوتال انرجي قسمت بالتايم يبقى ده الداتا التوتال انرجي بير سكن. ده تعريف الايه؟ الباور اللي هو الباور عندك. يبقى دي هي الباور اللي هو الايه؟ سي. طب المساله اقراها بقى كده كويس. هو مدي لك ايه؟ اقرا مثلا هو مدي لك ايه؟ بيقول لك عندك بيم الوات بتاعته كام؟ 2 وات. يعني هو بيقول لك ان الانرجي بتاعته كام؟ ب2 صح ولا لا؟ يبقى هو مدي لك الكم؟ مدي لك ايه كام؟ ب2. يبقى هي ده المفروض. طبعا على فكره في الريسنت ريسيرش دلوقتي بيعملوا سويتشان تتقفل وتتفتح بالليزر بيم. معناه ان هو ايه؟ بيستغل الليزر بيم اللي نازل ده ان هو يخبط في السويتش بيعمل عليه فورس هي اللي ايه؟ ده اللي هبقى كل الابلكيشن دي كنت ممكن تفهمها بدون خالص الماس انرجي ريليشن ثم بعد كده الفكره بتاعت ان الماس بارتكل ليه مومنتم والماس بارتكل يبقى لها فوتو ده يمكن انها تتفتح. أني واحدة من المسائل اللي موجودة عندنا.
الإجابة المسألة الأخيرة معلش عشان الكونتر إفكت إن إحنا خدناها المرة فاتت الناس اللي غابت هحاول كده بسرعة أقول الكومنت اللي عليها عشان المسألة دي لو واحد ما خدش باله من حتة معينة هيحلها على طول ركز معايا تعالوا كده بس بسرعة هفكرك بالكم فكر وهوصل معاك إلى الفورمولا وعاوزين نتأكد بس من بعض الحاجات مش منسينا صح عشان تقدر تحل المسألة الأخيرة اللي موجودة عندك بس هي علاقات كده تاخد بالك من الحتة الصغيرة الكونتوم إفكت إحنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت إنك أنت بتسقط هنا مونوكروماتيك إكس راي يعني إكس راي دي ويف لينز واحدة اللي هي لندن وبعدين بتبتدي تعمل الديتكتور يقيس لك السكاتر راي سكاتر اكس اي راي الاخر الحقيقه بس في تصحيح هنا لبعض الناس ان هي كانت معتقده بس انا اتكلمت عليها بس يمكن عاوز اركز عليها مره ثانيه هو متخيل ان الفوتون اللي نزل هو اللي ايه؟ اللي خرج لا احنا متفقين ان الفوتون ده الانرجي بتاعته ايه؟ كونسنتريتد ايه كده هو اللي بيحصل ان الفوتون ده يروح مدي الانرجي بتاعته الالكترون الالكترون جزء منها بيتحرك بياخد ضوء والجزء الثاني اللي هو ما بيستخدموش بيفقده على هيئه ايه؟ فوتون صحيح؟ فاذا انت عندك في انسيدنت فوتون وفي سكاتر ايه؟ فوتون لكن لا مش الانسيدنت فوتون هو نفسه اللي ايه؟ سكاتر فوتون لكن هي العمليه كده انت نزلت فوتون ادى انرجي للالكترون بيستفيد ببارت منها باقي الانرجي دي بتمت كانها ايه؟ فوتون طيب اللي انا عاوز بس اركز عليه هنا الثيتا اللي موجوده هنا والثيتا اللي هتظهر لنا في الفاينل رول زي ما احنا عملناها المره اللي فاتت. الثيتا دي الانجل بتاعي. هل الالكترون بعد ما حصل له سكاترنج ولا الفوتون بعد ما حصل له سكاترنج؟ الفوتون خلي بالكم دي نقطه مهمه جدا. ثيتا هنا الديتكتور ده بيقيس اكس راي يا اخوانا. يبقى هو ده بيقيس الفوتونات اللي ايه؟ اللي هي بعد ما بدات الجسم حصل لها سكاترنج وبيقيسها يبقى الثيتا ركز كويس قوي هي الانجل اوف سكاترنج للفوتون وليس للالكترون عشان كده الناس اللي قرات المساله اللي في الاخر كتيره جدا هو لقى انجل اعتبرها الانجل بتاع القانون مباشره لا طبعا هنا واضح ثيتا سكاتر انجل اوف فوت البيتا اللي في المساله اللي هتحلها دلوقتي انا كاتب لك ان دي الانجل للالكترون طبعا مختلفه عن اللي موجوده هنا قدام. طيب نكمل بس كده ونشوف. بعد ما اثبتوا انتوا القانون ده المره اللي فاتت خلصنا الكلام ده كله، ركز بس. رجعنا للمثلث ده، تعالى بس انا عاوز اركز هنا. ايه اللي نون دي انهي ماس هنا؟ ماس بتاعت ايه؟ بتاعت الريكت. تمام؟ طبعا اتش وسي دول سوايا، عشان كده الغمزه او الويف لينث اللي بنسميها الكوانتم ويف لينث ده مقدار ايه؟ ثابت. وده اللي احنا قلناه قبل كده. ان الشيفت لا يتوقف على نوع الماده بس الديزيشن في الريليشنز اللي موجوده قدامك دي الثيتا اللي محطوطه هنا هي السكاترنج انجل اوفر فوت اوكي انا كده العلاقه دي عاوزك اكتب العلاقه دي دلوقتي اللي الناس منكم عشان تعرف تحل المساله اكتب الفورمولا اللي هي الاخيره دي انت هتحتاجها انا بص المسائل اللي هي دي انا بديك هنت كويس قوي تفكر هي جايه ازاي لكن انا ما بقعدش اوصل معاك انا دي المسائل دي بالذات انت لازم تعملها بايه؟ بيها اول ما بتعملها تاكد الريزلت بتاعتك سليمه تاكد كده ان في بارت اتفهم صح هو انا النهارده الخطوره ان مثلا انت ما بتشوف ريليشن لازم تركز اللمبه دي بتاعت مين بالظبط؟ السيتا دي فين بالظبط؟ هي الغرض المسائل دي التركيز على البوينت وبعدين يجي لك الشيت بعد كده يلم لك كل بقى الافكار اللي انت محتاجها. ايه ما نزلتش واحد غيرك في الشيت بس انا عارف ان الشيت طبعا انتوا ما عندكمش سكاشن فايبر سكشن واحد مش هيقدر يحل كم المسائل كلها كان في بعض المسائل كده اللي كان عاوز اركز عليها او حاسس باهميتها ممكن واحد ما ياخدش باله الانجل دي فين او الانجل دي فين. بص تعالى بقى للمساله تعالى نشوف انت هتوصل للفورمولا
اكس راي. كده هو بيتكلم على العين الانجل اللي هي مين؟ سيتا، صح كده ولا لا؟ دي بتاعت الفوتون، واضح الاكس راي. يبقى الانجلو سكاندل بتاعت الاكس راي بكام؟ ب 90. بيقول لك اثبت بقى ان كوتان بيتا بتساوي فورمولا معينه، بس بفضلكم انا عاوز بس اصحح حاجه، ان يو دي قيمتها ايه في النقاط؟ دي عشان انتوا بتاخدوا رمز الفريكونسي عندنا ايه؟ اف. معلش انا كنت كان ليكشر قبل كده كان دي يو فشيلها، بس يعني دي مش فلوسيتي، دي مقصود بيها هنا ايه؟ فريكونسي. انا عارف انا حطيتهم بس كنت بعد ان شاء الله حتى في المحاضره اللي جايه هحط لك المسائل دي هتنزلها في الشيت، الشيت نازل لكم، المسائل دي كلها موجوده الا الاثنين الاولين. يعني كلهم موجودين فيهم الا الاثنين الاولين. ان الشيت طبعا نازل جنرال. هو الدكتور خالد قال لي الجزء بتاع الستاتستيك مع شابتر، يعني الجزء اللي انتوا حطيتوه هو الجروب الثاني هياخده، بس هو الترتيب. انا بديت بالريتيفيستك في الاول، هو الدكتور خالد في شابتر اثنين هيحتاج الريتيفيستك في حياتي. خالد باشمهندسين، الفورمولا اللي هي موجوده دي اهي، طبعا واضح ان البيتا هي النيوتن الانجل بتاعت مين؟ بتاعت الالكتر. يقول لك اثبت العلاقه. لو سمحتوا يا جماعه انا في ناس منكم اسف كمان قاعد مستني لغايه ما انا احط او اسف، من فضلكم ارسموا الرسمه وريني بيتا دي هتحطها ازاي؟ ازاي هتحاول توصل الى الفورمولا؟ باشمهندسين طبعا انا سهل قوي ان انا احط لكم مساله، ادي المساله دي حل، بس كده ما عملتش حاجه. كده انا بحرك من الشطرنج بس يوم حجر ومربع انت مش هتعرف تحرك. فحاول بس معايا شويه انزلوا، يعني ده ما فيش 5 مينتس، حاول ترسم الكونسيفيشن اوف مومنت. مش مهندسين لو سمحت، عاوزك تحط لي الايكويشن اللي تمثل الكونسيفيشن اوف ايه؟ اوف. اعمل دي بس، هي دي اساس لعبه المساله كلها. حاجه ثانيه لما تفكر تجي لك كوتان كده وتلاقيها موجوده، كوتان هي ايه على كوتان عارفها. طيب فكر كده بقى، انت عاوز ترسم المومنتم شكله ازاي؟ والمومنتم ده فيه طبعا الانجل اللي هي بتاعت الالكترونز، تمام؟ هتحاول لو انت لقيت حاجه فيها كوزاين حاجه فيها سنه خلاص انت هتبقى المساله ايه؟ حاول بقى نركز فيها. ايوه داش، احنا اتفقنا المرة اللي فاتت.
لندا داش هي اللندا او الويف لينث للسكاتر فوتون، صح ولا لا؟ يبقى لندا داش موجوده. طيب دلوقتي بصوا معايا، لو انا عاوز اطبق الكونسرفيشن اوف انرجي او تعال نطبق الكونسرفيشن اوف مومنتم بس كده، لو عاوزين نطبق الكونسرفيشن اوف مومنتم صحيح ده احنا هنحلل في الاتجاه ده هيبقى عباره عن بي الكترون طبعا في ايه؟ زي ايه؟ بي ده صح ولا لا؟ طيب لو انا حبيت احلله كده هيبقى ايه؟ بي ساين ايه؟ بي المفروض كده تبقى انت عارف تتحل ده ايه؟ طيب بص كده، لو انت هتكتب الكونسرفيشن اوف مومنتم في الاكس دايركشن يبقى لازم ده يساوي ده، لو كتبت الكونسرفيشن اوف مومنتم في الواي دايركشن يبقى الجزء ده هيساوي اللي فين؟ الفوق المدرس، انا ما بينيش الدايركشن انا بس بتكلم صح ولا غلط؟ طيب هيجي لك في طرف هنا بي ساين في طرف تاني هيبقى بي ايه؟ كوزاين. لو قسمت الاثنين دول مع بعض ايه اللي هيحصل؟ البي بتاعت الالكترون هتطير، البي بتاعت الالكترون هيبقى فيه ايه؟ كوزاين بيتا على ساين بيتا. لو انت لقيت كوزاين بيتا على ساين بيتا هي دي مين؟ الكوتان، ادي واحده. طيب بس في بقى مشكله ثانيه صغيره كده، انت وانت هتساوي الاثنين دول مع بعض دايما الايكويشن اللي هتطلع هيبقى فيها ايه؟ لندا داش وايه؟ لندا. او ما صح ما دي ممكن تكتبها كده انها اتش اف داش على مين؟ على سي. ودي لو عاوز تكتبها هتكتبها اتش اف على سي. المشكله لو انت بتعمل الايكويشن هيبقى عندك في اف وفي دايما مين؟ اف داش. طيب الريليشنز اللي انت طلعتها بتاعتكم حل المشكله دي ولا لا؟ انت لسه الريليشنز اللي بتطلعها لندا داش ناقص لندا هي مين؟ اتش على مين؟ مضروبه هنا فين؟ زي سيتا. انا مدي لك سيتا بكام؟ 90 يبقى الجزء ده ارتفع ولا لا؟ خلاص اللي دي زي 90 بسيتا ايوه هو ده. طيب انت كده ربطت مين؟ لندا داش بتساوي ايه؟ لندا بلس اتش على ان بي تي. يبقى ايه فرق؟ بعد ما هتساوي المومنتم اقسم المعدتين على بعض هتدي لك كوزاين هتدي لك كوتان ايه؟ بيتا. المعدل اللي انت هتقسمهم الاثنين على بعض دول هيطلع فيهم لندا داش وايه؟ ولندا. هتشيل انت لندا داش وتحطها بالاكسبريشن ده هتاخد الفورمولا اللي انت عاوزها دي على طول انها ايه؟ ظهرت. وضحت؟ من فضلك اعملها. اعملها بينا انت بتعمل ايه؟ بس دي انا بنشا انت دلوقتي طب انت دلوقتي فاهم دي ولا لا؟ هو السؤال كم واحد مش فاهم دي؟ بمعنى صح؟ ما هي هي التريك هنا الكونسرفيشن والمومنتم ده فاهم ولا مش فاهم؟ انت عندك الفوتون نازل صح؟ خبط في ايدك سبب له مومنتم في الدايركشن وهو انعكس لفوق. طبق على دول الكونسرفيشن اوف ايه؟ مومنتم. الكونسرفيشن اوف مومنتم قيمه فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. يبقى لازم تطبق في دايركشن، فمره هتطبقها على الاكس اكسس ومره هتطبقها على مين؟ الواي اكسس. مره انت بتطبقها على الواي اكسس هتبقى على الترم في ساين، وما تطبقها على الاكس اكسس الترم هيبقى فيه كوزاين. اقسم الترمين على بعض، هنا في دي اي وهنا في دي صح ولا لا؟ يبقى هيطيروا بعض، هتلاقي الكوزاين على ساين ده اللي هو مين؟ الكوتين. الطرف الثاني هتلاقي فيه مين؟ لندا في لندا ايه؟ داش. طيب انت المشكله ان الفورمولا طالعه باف واحده ما ليش علاقه بالاف داش، فانا هشيل لندا داش واجيبها بهذه الرجل. خلاص؟ يا جماعه من فضلكم اتحركوا شويه، القعده بتاعتكم دي حاطط ايدك مش عاوز تمد ايدك ابدا هي دي الكارثه اللي هتبتدي انك تحسها. الامتحان فورمولا شيك مفيش حفظ، فمش هجيب لك درايف ولا بروف ابدا ولا تثبت كنترول. الحاجات اللي انا عاوزك انك تمرن ايدك انا مطلوبه منك كده اسايمنت صغيره هدي لك عليها اكسترا ديجري، لكن الامتحان كله هيبقى حاجات بسيطه جدا زي ما تقوليش بقى انك بعد ما احنا درسناها فكره كونسرفيشن او انرجي كونسرفيشن هل مساله زي دي صعبه؟ لو ما تعرفش تحلها دي بقى مشكله. هتفرق فين؟ يعني اما تدي لك التراينجل هي تجيب الكوتان. انا قصدت دي يا باشمهندس الكونسرفيشن اوف ايه؟ اوف مومنتم. تخلي بالك انك بتطبقه في دايركشن معين. الكارثه بتبقى كده ان الكونسيبت ده مش موجود لبعض بيطبقوا زي الكونسرفيشن اوف انرجي، ما ياخدش باله انه في دايركشن ايه؟ معين.
هي دي الخطوره. وبعدين انت القانون اللي انا بديه لك المثلث اللي انت طالبه كنت مطلعه بدلاله السيتا صح ولا لا؟ السيتا هنا بكام؟ ايوه يبقى انت لازم بقى تخلي بالك انك تحوله تدخل فيه تيتا ده صح. طب بدل ما بعمل ده كله في سهل اقول لك اطلع لك في السطر ايه؟ لكن هي صح طبعا. ده جزء من الاعلامي قرر الانرجي دي اخده هو وانطلق بس انا اخدته بدايركشن ايه؟ اوكي كده يبقى جماعه المساله دي كام واحد فاهمها؟ طب كام واحد طلع الفرق؟